واحد القضيه اللي لاحظتها بزاف كتجي وحليت عليها حتى اليوم. جات فواحد فواحد السؤال، ما السؤال اصلا ما عجبنيش فهمتي، وهاد اللقطه ديما كتعاود. انا كان موت، انا كان عاني، انا باغي نعاون والدي. انا جمعت هاد الجمل اللي كنقراهم يوميا. باغي نعاون والدي، انا كان موت، كان عاني خويا السيم، وراه الله اللي عالم القهره اللي انا عايش فيها خويا السيم، وراه المعاناه خويا. اصلا عندك التليفون ما كتعانيش، لان فهمتي الا كانت عندك المعاناه ما يكونش عندك التليفون. وفريمون ما بقاوش نكبروا الهضره فهمتي. يعني بعض المرات انا على حقيقه غنقول لك علاش، لان في الاخر هذا الشيء ما غادي يجيب لك والو فهمتي، لان في الاخر هذه الشكوى هذه ما غادي تجيب لك حتى حاجه. هادشي ديال اصلا ما يخليكش، هادشي ما يخليكش تنوض تخدم وتنوض مع 7 الصباح. انا دابا الا قلت هاد الهضره على راسي ما نقدرش نوض حتى مع 7 الصباح. انا كان موت، انا كان عاني، انا راني باغي نعاون والدي. لا الصاد ماشي هادشي اللي كيخليك، ماشي هادشي اللي كيخليك تحرك، خاص تقول شي هضره اخرى. كاملين بغينا نعاون والدي، كل شهر كنعاون والدي، ما عنديش شي حاجه من غير والديا. الدراري صحابي عندهم والديهم، كل شهر كيعاونوا والديهم، ولكن راه ما كيدوش بحال هكا. هذا النقاش هذا جبتيه مؤخرا مع الدري صاحبي طيروندي، حتى هو قال لي انا راك عارف راه خاصني نخدم على قبل والديا وكذا. قلت له راه انا كنصيفط لوالديا اكثر منك، وانا راه كيهموني والديا اكثر منك فهمتي. ها النقاش علاش كدا؟ النقاش هو انه قال لك انا يوميا كنوض كنفكر في والديا، وكنخدم على قبل والديا، وكنتقاتل على قبل والديا. هكا صاحبنا بحال هز شي حجره فوق، هز شي حجره فوق ظهرك وغادي كتخدم وانت هازها، غادي تعيا وغادي تكفر وما غاديش دير ديك الخدمه مزيان، وما غاديش تمشي في حياتك مزيان. انا شنو كندير؟ هي راه حجره كنحطها فهمتي، راه هي محطوطه، كنمشي كنخدم حتى لراس الشهر، وعندي واحد النوتيفيكاسيون كتقول لي هي راه راس الشهر هذا المدافاكر، ما تنساش والديك. كندير ديك اللعبه ديال ها كنرمي شي حاجه من ورايا هكا لوالدي، وكنمشي عاوتاني كنجري كنرجع للخدمه فهمتي. نمشي نجري عاوتاني نرجع للخدمه عاوتاني صافي. خلينا هذاك الشيء، خلينا شهر نسينا ذاك الموضوع، ما نبقاوش نفكروا فيه كل نهار ايفري فاكين داي. ما نخدموش الا بقينا دايرين هذيك الهضره ديال وحنا مقهورين وحنا ما ماشي هذه الخدمه اللي ماشي هذه الجمل اللي غادي ندوي بها مع راسنا ولا غادي يخليونا موتيفيين. راني عرفت ماشي هادو هما الجمل اللي غادي يخليونا حنا نوضوا مع 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 الخمسه ولا سته ولا سبعه الصباح. وقضيه اخرى هي راه يوميا قلتها في واحد الستوري في الاخر، كدو مع راسك راه حتى انا تيجوني شي افكار شيطانيه. راه اليوم جالس مع راسي بلا ما نقول الفكره اللي جاتني، جالس بحال هكا ساهي من عند الله، واحد الوقيته تجيني واحد الفكره طن، فكره ما فهمتش فهمتي يعني، راه بحال هكا باقي جالس. انا نعاود نسول راسي على ديك الفكره اللي جات، قلت لي دابا انت دخلنا عليك بالله، هذه هي الفكره دابا اللي انت نازله عليك دابا، وهذه هي الفكره اللي غادي تخلينا دابا حنا غدا نوضوا مع السبعه. جاوب راسي جاوبني، قال لي لا. قلت له دابا علاش انت كتفكر في هذا الشيء؟ صافي هو قول لي اسمح لي هكا مع راسك فهمتي، لان تتحصل راسك. هاد اللقطه هادي سميتها سيلف اورنس، يعني فهمتي انت توعى براسك. راه بزاف الناس ما عندوش داك الوعي براسو، داك الوعي براسك مهم بزاف، لان بزاف الناس غير غادي يجرينو شد شيشه كمي كدا، يمشي يلعب ماتش، يجرو صحابو حتى 12 الليل وحدات الليل جوج الليل، ما كيديرش ديك وقاف 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 وقاف. اجي فين غادي معاكم انايا؟ ها هو الشيشه. لا اخويا اسمح لي راه عندي خدمه، سلام عليكم، ضرب الدوره ويرجع. ما كاينش داك السيلف اورنس حتى تحبس راسك. راه صحابك انا زعما راه شي واحد منسى ولا كذا، راه يوميا كنعاني مع راسي، راه يوميا كتجيني شي فتوى في الراس. غير انا بحال اللي قلتي السيلف اورنس عالي مع راسي، جالس بحال هكا اليوم والله الا طرطيت ليها البال، جالس طن نفس الوقيته ما نبقاش نكمل ونقول وياه 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 وصارح اوتي الله ينعلبوا الوقت. احنا دزنا لواحد النيفو اخر ما خصناش ندوزو ليه. او تي كون درت هكا، او تي خليني ساكت يا صاحبي، او تي طلع الى زعما انا راه صاحبي كون شحال ضيعت الوقت
راس هادشي ما يخلينيش نوض حتى مع 7 الصباح سير بلاص خصني نوقف هاد الفيلم هاد جالس هكا جاتني طن دابا وقاف وقاف هاد الهضره هادي اللي دابا انت فتيتي عليا هي اللي تنوضنا حتى مع 7 الصباح لا وعلاش فتيتي عليا سمح لي فوت هاد الموضوع هذا راه ماشي موضوع اخر هذاك السيلف اورنس مهم مهم خاص تربط البال لراسك جالس قدام التلفازه راه كاين اللي تيجلس قدام التلفازه وكيسراح مشى كاين اللي كيخرج يلعب ماتش كيمشي مشى خاص يولي عندك داك السيلف اورنس ديال كترد البال داكشي اللي كدير فهمتي راه انا كما قلت راه ماشي منساه يوميا كرد البال لراسي اشنو كندير كتلقاني مثلا جاي وسيرتو قدام البيسي كطرا بزاف اش كندير كتلقاني شي باغي ندير شي خدمه كتلقاني انا نصور لك الفيلم قدام كتلقاني جاي باغي ندير شي خدمه كتلقاني ما عرفتش كيفاش تحل لي يوتيوب بحال هكا وراك تحليت يوتيوب ما حليت يوتيوب ما طلعت لي لاندكس طلعت لي مثلا الفيديو كليب ديالنا نمبر 1 هذا تلقاني جيت طلقتو وقال كتلقاني جالس ناش تمشي معاه ناش يقدر كاع نوض نشطه بعد لقيته مثلا تنجي جالس هاكا وقال ناش اشنو كندير من بعد بحال هاكا كيطرا كتلقاني دزت من كليب لشي حاجه اخرى ماشي مهمه لاجل نقرا هاد الميساج هذا اش كندير بالزربه خاصني نعيق تنقول سيمو هاك والله الا ديما كطرا سيمو حباس هاكا مع راسي حبات عليا هادشي اشنو كنتي باغي دير فهمتي كنتي مثلا هي التودو ليست عندي هي الاولى ديما محطوطه بحال دابا غدا خاصنا نصيفطو واحد الوار ترونسفير لواحد السيده خاصنا نصيفطو لها فلوسها ياك ترونسفير اونلاين حتى البنكه ما حلش مي خاصنا نصيفطوه باش اثنين تندير حبات عليا هادشي بحال هاكا وتندير تنسد ديك الفوناتر وكنقرا داكشي اللي كنت باغي ندير وتنقول غادي نمشي نشرب الماء وغادي نجي غادي نجلس نقاد هادشي وسالي عليا هاد المرقه هادو هاد الحماقه هاد الشيء راه ما يوصلك فيه ولكن المشكله اللي كطرى المضافاكرز اللي انا واحد منهم ولينا كاملين كتمشي كتسرح حتى لخرت النار عاد تتقول وراه ما درت والو صافي حتى لغدا لا غير هو داك علاش نقول لك قلب عليها سميتها سيلف اونس يعني فهمتي الوعي براسك اش كدير كاين فرق ما بين وعي ديال شخص ووعي ديال شخص براسو وراه كاع الناس الناجحين في حياتهم راه عندهم الوعي براسهم زايد هذيك الموضوع هذا كنا كندوي فيه انا وبلال ومراتو والدري صاحبنا رضا ومراتو كنا مؤخرا في رمضان كنا جالسين كندوي فيه لحقاش مراتو واحد فيهم بلا ما نقول شكون هي جبداتو قلت لها انا كنكون كنتفرج ثلاثه ما عرفتش كتجيني الفكره ديال هداي اش كديري كتضيعي وقتك كدا اش ثلاثه سميتو سيلف اورنس هذا ما معطيش للناس كاملين قلت له كيفاش الناس اللي معطلهم قلت له لا ماشي كيتعطل هو واحد الحاجه كتطورها مع الوقت مع الوقت كتولي غادي كتعيق براسك والوقت اللي كتولي كتعيق به في راسك مثلا المره الاولى اللي تطلب لك نص ساعه تقول ناري مشات لي نص ساعه لا دابا انا عندي بضع دقائق اللي ما غاديش نكمل خمسة دقائق غادي نقول لا هدا هادشي اللي فهمتي على ان راه في الاخر هذا الدو مع راسك راه هادشي اللي ماشي بغوش يقول لك المادا فاكرز هادشي اللي كيقول لك العلم راه انت دو مع راسك وراه طبيعي انك كدو مع راسك فهمتي 70000 مره في النهار وشنو كتقول لراسك ما كيبغوش يقول لك المادا فاكرز هادشي وبالعكس كيقول لك ما تقولش هاد الهضره هادشي لان الا قلتي هادشي يقولوا عليك حمق انا حمق اسيدي سمع هاد الهضره اللي اجي نقول لك فهمتي كدو مع راسك يعني انت ملي كدو مع راسك رد البال اش كتقول ليه ما تقولش ليه بحال هاد الجمل هادو ديال باغي نعاون والدي اوكي باغي تعاون والديك سير تخدم الصاب دابا ها هما باغي نعاون والدي اشنو خص خصني فلوس منين غادي يجيو الفلوس خصني نمشي نخدم اوكي دونك غادي نمشي نخدم خصني نمشي اش ندير نخدم غادي نعمر راسي بالخدمه والدي ما نفكرش فيهم باقي تا ندخل الفلوس وديك الساعه غادي نتفكروا وكل شهر غادي نتفكروا ماشي الشهر كامل غادي نبقى نقول وانا مقهور وانا كنعاني وانا باغي نعاون والديا وانا كذا وبزاف ديال الناس حتى هي واخطر حاجه كطرى هي ديك الهضره كتبقى كتقول لراسك وكتعاود لك ديما مثلا كتجي كتسرح في اليوتيوب كتمشي خاصها تبقى تعاود لك ديما النهار تبدا ترد على راسك المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه عاد تبدا ترجع للطريق ودي تبقى ماشي غادي تحيد بمره ما عمرها غادي تحيد بمره فهمتي ديما الانسان عنده داك الميول ديك الفرحه فهمتي وديما خاص تربط راسك للطريق تيجيو عندي الدراري صحابي يلاه نخرجوا ما كرهتش نخرج يقدر كطرا بعض المرات كاع
تمشي كنقول لهم اوكي الله تمشي لبس حوايج ورجع عندهم الدراري يسمحوا لي وصاحبي الله قلت لنا قلت لكم فعلا مي دورتها مع راسي قلت ما مسلكش بقى عندي صراحه شي خدمه وسمحوا لي هاجي اصاحبي وقلت لك شي كتبقى تتعاود ولا كيأثر فيك ولا كثر اللي كيبقى تيعاود شي هضره ما فيها ما يتشاف وما فيها ما يدار وهاد الهضره هادي الا بقيتي كتقولها انا كنموت اوتوماتيك غادي تولي كتموت بقيتي كتقول انا كنعاني غادي تولي كتعاني علاش لان واحد الفيل عرفتي الفيل هو اخطر حيوان كاين فوق الارض ماشي هو السبع راه الفيل هو اخطر حيوان كاين فوق الارض شتي الفيل لحتى انا قدام هاد لوطيل هذا راه يقدر يريب ويقدر يدوز يجر دوك البودرات بالزربه اما السبع راه نحطو راه ما عندهم يديروا قدام شي بنايه ولا قدام شتي الفيل راه نحطو شي رموكه تيدوز فيهم كاملين الفيل راه قوي الفيل راه ما يمكنش تكونترولي ولكن اش كيديروا ليه ملي كان صغير الفيل جابوا ليه واحد اللعيبه لصقوا عليه في رجليه كيبغي يهرب تيبغي يمشي كضرو في رجليه كيجلس كيبغي يمشي كضرو في رجليه كيجلس وملي كيجروه تيبقى غادي معاهم لان لو ما بغاش يمشي معاهم شنو غادي يطرى ليه غادي تضرو في رجليه دونك تيبقاو جارين ما تيبقى فين ما داو كيمشي ملي كيكبر من تيكبر كاع تيولي كبير هذيك اللعبه ديال الضر ما بقاتش كساويه شي حاجه ما بقاتش كضرو وبليس ما بقوش كيديروا عليه كاع ولاو عاكتي ليه يحبل وفين ما جرو كيمشي لانه ملي كان صغير تبرمج على داك الالم تبرمج ان لا الا بغيت نهرب غادي تضرني رجلي وغادي نتجرح لا الا بغيت نهرب غادي تضرني رجلي وغادي نتجرح لا بغيت نهرب غادي نتجرح وغادي تضرني رجلي وبقى جالس تمايا هي هادي اللي كتقتل انت راسك بها انا كنموت صافي استاذ بقيتي انت تمايا فهمتي بحال راه انا مجروح في رجليا مجروح ما عمرها تحاول تاخذ شي موف مو اخر لان اي موف مو اخر غادي تقول اللهم يخليني هنا عقلك غتقول لك لا يخليني هنا وراه بزاف الناس طاري لهم هاد اللعبات اللي فيه بزاف الناس تيبغي يدير شي حاجه في حياته تقول لا دخليني هنا غادي تقول لك اخويا السيمو راه كنقول ندير ومع الصلاح ما كنقدر ندير حتى حاجه فريمون طاري لك اللعبات اللي فيه انت راك دك داك وانت راك واعر وانت كدا والقدرات ديالك تبارك الله وخارقه مي فريمون فهمتي راك جالس عاكجين تمايا وراك مريح ما تقدرش تتحرك كيفاش الحل خصك تتحرك غادي يكون الالم اللي تبغي تتحرك لان مخالف داكشي للطبيعه ديالك غادي تكون الخلع غادي يكون الرعب فهمتي اوتوماتيك الحياه ديالك تبغي دير شي حاجه مخالفه لداكشي اللي موالف كديرو يوميا اش كيطرى لك كتبغي دير شي حاجه من غير داكشي اللي كتبغي دير يوميا اللي كدير يوميا اوتوماتيك الجسم ديالك وعقلك تيغياجي ديال لا يلاه رجعوا لنا